وروح للكراده والملاهي والبارات مفتوحه على ذراعيها لان لها وارد داخل للاحزاب اللي هي من يعني مستفاده، بس المساجد ما مستفادين منها، فاغلق المساجد والمدارس والعلم الى الهاويه. يعني احنا صرنا ببره ذيل الشعب نزل. طيب اليوم بعض من الجهات المسؤوله ووزارة الصحة قلنا اللي ما راح يلتزم بالحظر التجوال راح تكون غرامة 25,000. اليوم نريد نسأل أنت كمواطن عراقي هاي الغرامة شو راح تكون؟ عن طريق وصل؟ عن طريق أطي 25 أطي 25 بس خلي تعطيني حقي. مو لي حق، انا مو مواطن، مو لي حق بالنفط، مو لي حق بالبترول، مو لي حق بالعراق. شو لا نفط ولا فلوس ولا شغل ولا مواد ياخذ مني 25؟ منين يلقى 25؟ هاي ال 25 شلون راح تكون طريقه الاخذ مالتها؟ عن طريق وصل او اعطيني 10 وروح او اعطيني 5 وروح؟ والله اتوقع ينصبون اتاوات تواثي يوقفون بالشارع طينا وروح، ماكو غيره. وين شلون يعني وصل؟ شلون يقص له وصل؟ هو ما شايل هوا، شلون يقص له وصل؟ علي انا برأيك أنت اليوم كمواطن عراقي الناس راح تلتزم بحظر التجوال؟ والله هو بذاك الوقت كانت الحالات عندنا 30 و25 و190 وما التزمت. هسه تريد تلتزم؟ احنا شعب يضم الغذاء ويطلع بالشارع يفطر، يخزن الغذاء ما يخزن نفسه، ما عنده وقاية عن النفس يعني. والعلم احنا عندنا تجربة سابقة يعني قبل من فرض الحظر مال الكورونا صارت هبة على السوق لما والمخضر والغذائية ضموها وهم طلعوا بالشارع، عبالك الغذاء راح يصير بيها كورونا مو البشر، فما عندنا التزام وما عندنا. التأثيرات بالنسبة للواقع الاجتماعي ستؤثر على المواطن. كان الأجدر في عملية تشريع هاي الضوابط والقوانين اللي تطبق من يوم 18 كان الأجدر بها رتبت لها آلية لخدمة المواطن مو للإضراف بالمواطن. الآن المواطن يفاجئ باكر عقبه أنه تغلق المحلات، حظر تجوال في بعض الأيام من أيام الأسبوع، 3 أيام حظر كلي والبقية حظر جزئي. هذا يراد لدراسة، يراد لتخطيط. الوضع الاجتماعي ما يتحمل المواطن بهذا الأسلوب. أنا من أشرح هذا القانون لازم أتقن دراسته اتجاه الحالة الاجتماعية، الضوابط الأمنية، الوضع الاجتماعي لكل أفراد المجتمع، طلبة، موظفين. فهذه الوضعية وضعية ستؤزم حالة الإنسان والمواطن العراقي، ستنعكس سلبا مو ايجابا. يجب هنالك اثنين الضرائب المفروضه تجاه هذا المناطق. هاي الضريبه اللي شرعت ان يؤخذ عدم الكمام، من هم هؤلاء؟ من المسؤولين عن هؤلاء؟ من الرقيب؟ من الرقيب على هؤلاء الذين سيأخذون الضرائب؟ عندما تصير ضريبه على مواطن ما لابس كمامه، من ياخذ الضريبه؟ شلون تؤخذ الضريبه؟ شلون تجبى؟ شلون تجبى وفق القانون؟ هاي راد لها آلية. اذا ماكو دراسه بالوقت الحاضر. هاي الامور ستؤزم الوضع الاجتماعي للمواطن اللي نرجوه من عقلاء القوم انه يضبطون الامور وفق القوانين والشرائع اللي تخدم الانسان. هاي الضوابط تجاه المساجد الملتزمه، ناس مصلين ملتزمين، تجاه بعض المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي المقبول في المجتمع.
الملتزمة، وهنالك مؤسسات أخرى متروكة عبثا تعبث في المجتمع وأخلاقيات المجتمع. المطلوب كان الأجدر وفق دراسة وتخطيط يخدم المواطن. دائما أفكر بهذا المواطن، أفكر شنو وضعه، هل هذا القانون والتشريع يخدمه لو ما يخدمه. اللي نرجو أنه من الناس والمسؤولين أن يستوعبون واقعهم الاجتماعي لتحسين الوضع، لنقل المجتمع من حالة إلى حالة أحسن. والله أنا توجيهي كطبقات مثقفة كناس بسطاء، أنا ما أعتقد أنه هذا ضغط اجتماعي، ما أعتقد سيطبق تطبيق صحيح، ولا يقبل المواطن أن يطبق بهذه الصورة. يجب أن تعاد عملية آلية الحسابات لغرض خدمة المجتمع لا لخدمة أغراض شخصية أخرى. والله بالنسبة يعني حظر التجوال طبعا يأثر علينا، يأثر لأنه إحنا يعني كسبة، يعني هسه مثل أنا عندي يعني برغبتنا عندي بنتي مريضة صغيرة زين، ومصروفات يعني اليومية هذه، لا عندي راتب لا عندي مثلا تقاعد حتى يعني أعتمد عليه، فما عندي غيرها الله ومن ثم هاي البسطة، يعني الله شو يرزقني من عندها، أسوق من عندها للبيت. عندي أختي الكبيرة مريضة، يعني أنا زوجي متوفي صار له 4 سنين وعندي أطفال 2 بنات زين، يعني طبعا تأثر علينا. من ينطينا؟ ما حد ينطينا. تأثيراتها تكون أنه أصحاب الدخل المحدود هذا الحي يتوقف أنه ما يقدر يشتغل. 2 حظر التجوال، المواطن العراقي بلا يلتزم ذاك الالتزام اللي هو مقبول لأنه هو عايش على رزقه اليومي. 3 أنه غلق المساجد، هاي فشي يعني شرعا مو جاهز. صح أنه أكو وباء وهذا، بس كغلق المساجد بالطريقة هذه مو جاهز، وحسب ما يدعون أنه فتح النوادي الليلية والملاهي هذه مسموح، فهاي عناية وبعد كل البعد. 2 الغرامات شو اللي حتم طريقها، هل هي وصل استلام بالغرامات لأما انطيني مالاتي والله محمد وعلي وياك، وهذا الفساد اللي لح يكثر أكثر زين، وكسب الأموال بطريقة غير مشروعة لح تكون، هذا اللي لح يصير في البلد.
العشاء. اساسا قبل لا يعلنونه هو صار تاثيراته زين، لان العام بدات تتخوف من هذا الحظر زين، هو راح يرجع الوباء ونفس الوضع، يا راح ترجع مال الحظر. السوق تعبان، ما بي حركه، ما بي شرف، الدولار صاعد. حبيبي اساسا هي المؤسسات كيف عليها شغلات على مود تصير بها استفاده. انت لا تتصور يعني ما عنده باب رزق ورزق يومي، يعني شنو تصور يقعد بالبيت؟ وهذا الحظر ترى يسوي مشاكل نفسيه، مشاكل عائليه زين، العائله تريد مصرف، ما تعرف حظرنا حظر زين. طيب اليوم نشوف غلق المساجد وهم اكثر ناس اللي ملتزمين بالوقايه الصحيه وبالاجراءات الصحيه هم المصلين، اليوم نشوف غلق المساجد صحيح وترك النوادي الاهليه وغيرها ياهو الاهم، هل برايك صحيح المساجد تنسد؟ يعني مختصر مفيد لهذا سؤالك، هو كل شيء بالعراق غلط زين، يعني المساجد شو تريد تصلي؟ هي الفتره كلها ربع ساعه بس، انت اطلع بالليل روح شوف الكراده، شوف النوادي الليليه، شوف المطاعم، شوف المقاهي زين. في سؤال اخير، اليوم برايك المواطن العراقي راح يلتزم بحظر التجوال؟ لا ما يلتزم، ونقول مثل حظر مؤقت ويعربي فتره 3 ايام ويلتزم، بس هذا باب رزقه، يعني باب رزقه قلت لك اكو عالم عايشه على يوميه، هو الطبقه الفقيره زي الشيء بالعراق. زين نقول تقريبا 40% طبقة فقيرة والطبقة الوسطى الباقية، يعني حتى الطبقة الوسطى تتأثر، يعني انت اذا تقعد لك فترة شهر يعني حتى اذا جواك فلوس هم تصرفهم، انت شايف العراقي حتى الهواء فلوس، حتى المتخابر موبايل فلوس، مية فلوس، يعني كله هو عبارة حياتك عن فلوس، فما تقدر تلتزم، يعني تلتزم لك يوم يومين 3 ايام، وبدأت تأثيرات السوق من هسه زين، الشاعة حضر بدأت تأثيرات السوق، ولا شورجي هيك شورجي. والله بصراحة أحكي لك شغلة واحدة، أنا كنت عايش بالخارج، يعني ما أعرف القرارات اللي تطلع من الحكومة هي كلها قرارات خاطئة وغير مدروسة، يعني حضر تجوال على رأسي، بس أنتوا لازم أول شيء تهيئون، يعني المواطن لازم إذا قعدتوا بالبيت منين يأكل منين يشرب؟ الإنسان إذا عنده 5 أولاد أو 10 أولاد شلون يعيش؟ هاي واحدة. ثانيا الدولار كان 1100 و1200 صار 1450، المواد كلها صعدت زين، اذا المواد صعدت
الانسان من يجيب فلوس ويروح يشتري اكل ويعيش اولاده؟ وانه بجت مال كورونا هاي يعني المفروض يدرسوها. يعني كورونا صار هواي كورونا، صار سنتين كورونا، شو هسه بهاللحظه اجيتوا خليتوا هاي القضيه ممنوع التجول ويا صعود الدولار؟ ما اعرف انا شو خطا، هذا قرار خطا ومفروض يروح. طيب راح يكون غرامه ماديه للشخص المخالف، هاي الغرامه لا لا عادي هاي قطعة بلد. ايه هاي الغرامة شلون راح تكون؟ عن طريق جباية، عن طريق وصل؟ راح تكون بيها فساد؟ اعطيني 5 و10 وروح. برأيك انت كمواطن عراقي شلون راح تكون هاي الغرامة؟ طبعا بيها فساد، لان احنا 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 كل مكان اكو عندك فساد، شلون راح يسيطرون عليه؟ ما اعرف يعني، ما تسيطرون عليه، مستحيل يسيطرون عليه. كل مكان هسه باي مكان تروح اكو الفساد موجود، شلون ما اعرف شلون يسيطرون عليه. طبعا اكبر خطا غلق المساجد، يعني قلت لك ان هاي القرارات كلها تصير بدون دراسه وبدون اي تخطيط، مجرد بس يدون يد الناس، ما في داعي يا اخي، خلي العالم تعيش. انتم لا موفرين شيء، لا موفرين بديل، لا كذا، انه تجون تضغطون على العالم، ما هذا كله خطا. انا بقول لك بهالظروف، لانه المواد كلها غلت والدنيا كلها صعدت، ما راح يلتزم، الناس بعد ما قامت تقول لك انا علاش لا التزم؟ انت موفرين شيء حتى انا التزم؟ غير من واحد يعني يعيش بمكان ويشوف اكو تجاوب من الحكومه حتى يلتزم هو، الحكومه ما جات تجاوب الناس. والله سيد شوف، هو بدون حظر تجوالي السوق فارغ، يعني هاي العالم الفقره شلون تعيش؟ ناس حماميل، ناس فقره، ناس على باب الله، اصحاب بسطيات، اسواق شعبيه، شلون راح تعيش؟ بدون حظر تجوال هسه هو كل شيء ماكو. طيب اكو ناس فقره دخلها يومه، يعني انا واحد من الناس دخله يوم، شلون؟ والله هو الفساد تدري انت، هي اصلا الحكومه فاسده. فأكيد المواطن هم راح يعبر، يعني هذا فقير يريد يعيش عليه حظر تجوال شلون يعيش؟ بس أنا أعرف أكو ناس حماميل خابرة يقول له تعالك رحاوي تفريغ، يجي منك اللي جاي يلزمونه مخالف مثلا، لازم يعطي له كم فلس حتى يجي يشتغل على باب الله، ولازم أكو فساد إداري، تعرف أنت بالفساد خاصة بالعراق بالدرجة الأولى بالعالم نعرف بالفساد. هم اليوم بداية نتحدث عن حظر التجوال اللي راح يصير في العراق، شو التأثيرات راح يكون على المواطن العراقي؟ والله سات تأثيرات طبيعي، المنع التجوالي يسوي تأثيرات على المواطن العراقي، لأن المواطن العراقي لا حول ولا قوة إليه، عايش على كسب المعيشة اليومي، فإذا انقطع هذا اليوم وين يروح هذا المسكين؟ وين هو موظف لو على باب الله؟ لو موظف هاي ما تهم الامور، لكنه هذا على باب الله مفتح على باب الله، يعني من ينقطع يعني معناته ذاك اليوم عائلته ما تاكل. فيجب ان الدوله تدرس هذا الموضوع، والله هو هذا راح يعم الموضوع على الفساد، يعني يزيد الفساد فسادا. لانه اللي ما راح يدفع يعني هذا يخليه بجيبه، يعني ما صور هاي تروح للدوله. يعني راح نزيد الفساد فسادا. والله انا اعتبرها هاي جريمه بحق المساجد وبحق الانسانيه، لانه المساجد هي ترفع البلاء، لانه المصلي يدعي لرفع البلاء، اما انت تارك النيادي النوادي الليليه وتغلق المساجد، يعني انا اعتبر هذا جريمه بحق الانسانيه، لانه رفع الدولار مو لصالح لا لصالح المواطن ولا لصالح المستهلك. يعني رفع الدولار جهه مستفيده من عنده، جهه معينه مستفيده من عنده، لان هم قاعدين وياخذون يبيعون الدولار بسعر ويشترون بسعر، وهذا ياثر على المواطن، هذا ياثر على المواطن، يعني فالسوق راكد. ليش؟ لانه الاسعار ارتفعت، المواطن منين يجيب؟ من يتضرر بالعمليه؟ التاجر ما يتضرر، يتضرر الوحيد برفع الدولار هو المواطن، لانه انا اريد اشتري البضاعه رخيصه، انت رافع الدولار تحسبها على الدولار، اذا انا يعني اتضرر المواطن هنا بهاي العمليه. Thank you.
والله تأثيراته هواية أضرار علينا وكلتنا إحنا مستائل من هالشي هذا. أول شيء أنا ولدي يعني سواق تاكسي، يعني الحظر العام صار هواية أدانا، والله هواية أدانا. وهسه هم من هسه إحنا حزنانين يعني شارين هم شلون راح تنسد الطرق، يعني المواطن اليوم ما يرزقه اليوم بيوم شلون راح يعيش هذا. والله المساجد لا ما يصير هاي، يعني غلق احنا من هسه، يعني احنا اصلا حزنانين، يعني احنا كنا فرحانين برمضان نقول راح تنفتح المساجد، ولا ليش النوادي الليليه مفتوحه والمساجد يغلقوها؟ غلط. فساد راح يصير بيعطيني 5 يعطيني 10 وعقوب. اعتيادي اعتيادي فساد 100%. يعني احنا الشعب العراقي اكثر عايش من الفساد. لا طبعا نحصر سبب لي انا عيشته على قد المواطن العراقي، وواي اكثر الشعب العراقي هو عيشته يوم بيوم، حتى حصه ماكو. يعني اعتيادي ما يقدر يقعد بالبيت، كتله جوع من يدق بابه ويطي، ما حد يدق بابه ويطي، حكومه تدق بابنا تطينا. اعتيادي لا، فيضطر يطلع. التأثير هو تأثير عندنا حجي. أول شيء شغلنا يوقف، أول شيء أجار قاعدين 450 قاعد، جهاننا عفاضات هاي سوالف كريكة، ما رد نصرف، بل نصرف رد نصرف مثلا يوميا 50,000، يعني 50,000 من ينطينا ياهم؟ الحكومة ينطينا ياهم؟ هاي واحدة اثنين، لو حاضر التجوال أسر كتر بالشارع همنا همنا ما نلتزم بحضرة الجوال. الله يقول لك غلق المساجد حرام، تدري شنو؟ زين ورا نصلي، ورا نصلي بالجامع نصلي، بيا جامع نصلي. اكو بيت الله يسدوا، على ما يسدوا بيت الله. نموت ببيت الله، خلينا نموت ببيت الله. موت حقيقة. وأنا كنت أشتغل من الصبح لليل، أشتغل 100 طلع 250 200، هسه لا، الشغل ماكو. 25 30 على مال من عمي؟ لو الحكومه شويه خلي الفقير هاينا العالم انه بالشارع انه بيعطون حظر. أول شيء الحالة الاقتصادية، يعني احنا شوف بالنسبة لي احكي لك عن نفسي، احنا عمال كسبة، زين اللي يدفع عربانة او عنده بسطية، فهذا لما تقعد بالبيت احنا جربنا الحظر الأول، الحظر الأول جربناه، الحظر الأول جربناه، ما حد مدق بابنا ولا حد اعطانا مساعدات ولا حد قال لنا يابا انتوا صار لكم شهرين وثلاث معطلين. ف ما اعتقد احد يلتزم، انا واحد من الناس زين عندي بسطية على باب الله، ما اعتقد انه التزم بالحظر التجوال. طيب اليوم برايك غلق المساجد وترك النوادي الليليه برايك صحيح؟ والله انا يعني وجهه نظري احنا كدوله اسلاميه زين، والدوله الاسلاميه المفروض ملك المكيالين، المساجد بيوت الله زين، بيوت الله سبحانه وتعالى يصير بيها تجمع، والنوادي الليليه ما يصير بيها تجمع زين، فهذا عمل غير صحيح. يقتلنا الجوع، وين نروح العاد؟ يوميا حظر ويوم شغلات، يعني وين نروح غير نفتهم؟ وعندنا بسطيات وشدوا ويانا الدولة، يعني هو على المكان هذا، هذا صغير كله متر، يعني وين نروح؟ وراها الحصير وراها مال كورونا، وعزل وقعد، زين واحد طلع مثلا طلع سوى غير شيء، مو تجي الدولة تحاسبه.
يخبطوا حقوقه خلي قاعد ببيت جيب كورونا جيب ايش جيب جيب. يعني انت تعوف ذول الناس انه بيكون الليالي يرقصون وهاي على قولتهم وتعوف العالم اللي يصلون تجي عليهم تسقمهم ماكو تغيير يعني كلها ماكو بيها يعني يعني اذا شافوا اثنين ثلاثه ملابسين كمامه راح يقول له روح ماكو التزامات يعني ماكو ماكو التزامات ماكو يعني مثلا اني دامشي بالدراجه مثلا هسه بدراجتي وقفني الشرطي ماكو اهتمام ليش ملابس كمامه وليش انت هيك وليش هاي ماكو يعني كل فايده ماكو يعني العائلة تطلع متكونة إلى 4 إلى 5 العائلة من تطلع متكونة 4 أو 5 إذا يصعدون 3 يعني يصعدون تكسير يعني إذا بخمسة كرواتهم راح يصير 10 راح يأثر عليهم ويأثر على شغلنا يعني ما نقدر نشيل 4 نفرات هاي الصعوبة راح نلاقي بيها يعني يعني المواطن راح يتعب أبو العائلة من يطلع وأبو التاكسي نفس الشيء يعني ما تلقى له نفر نفر الشيء والله الحالة موجودة بالعراق يعني وصل مثلا 25 إذا تطلع 5 تمشي والباقي همنا نفس الشيء حتى لو يروح ما يروح للدولة أساسا الغرامة ما توصل للدولة تنبلع احنا التاكسيات يأثر علينا الحظر التجوال لأن احنا قوتنا يومي مرتبطين بسلف وإيجارات ومدارس وتعرف هاي الظروف ويعني والشغل تعبان يعني احنا مجرد واحد يطلع العلاقه ومصرف جهاله يعني اذا انا قاعدني بالبيت لا راتب لا فشي منين اصرف ومنين اكل ومنين اجيب عائلتي يعني جاي يجبرنا على شيء يعني يخلينا انحرف نطلع من الطريق يعني يقول لك بوق روح سوي روح يشجعك على غير شيء احنا شريحه ترى مظلومه للتاكسيات يعني احنا قوتنا يوم ويا على مود نجيب العلاقه العوائل بتعب وبشرف وبنزاهه والله النوادي والكوفيات هاي لان هي مرتبطه للاحزاب والجوامع بيوت الله معروفه لان هاي ما بيها مصالح او بيها واردات تجي لهم مردود لهم طبعا يقلقونها ويخلون النوادي لان النوادي تجيب لهم الفلوس وتجيب لهم كل شيء والله اغلب العالم هسه من تحاكي ما يلتزم انا واحد من الناس ما يلتزم شنو السبب؟ السبب لان ماكو بديل مطيني اعطيني راتب قاعدني بالبيت اقعد التزم زين اذا انا قوت يومي انجبر اطلع يعني خو ما اموت عائلتي من الجوع على مود اموت بالمرض ولا اموت من الجوع اغلب العالم كلها هاي ما حدا حيلتزم تأثير عاد عمرنا نقدر نشتغل نقدر نطلع احنا عيشة يومية يعني وين نروح انا سايق يومي 10,000 دينار يعني وين نروح يعني دمرنا لا سد مشارع انا قاعد من يعطيني اقعد يعطيني ما حد يعطيني وين نروح يعني احنا اصحاب عوائل انا برقبت 8 نفرات
لا سدن شارع وين اروح؟ لا اكل لا اشرب يعني يقتلنا الجوع. ومن يقتلنا الجوع انا اقوم اجدي، ومن اقوم اجدي يعني هاي يا اخي خربت. هاي كلها ناوجني واعبر هاك. ماكو لا 25 اكلاوات هاي. يقص لك وصل يعطيك يا بيدك ايه، بس ما يقص وراك كذب. هو ماكو وصولات انت. هو ماكو وصولات ياخذها اله. خمسة بعشرة يقول لك اخذ السويش من عندي طال مواطن، يقول له حط المواطن 3000 دينار واخذ السويتش بالشباب الشرجي شرطي. شو تحكي وياه؟ والله حجي تاثيره علينا طبعا، احنا ناس على باب الله واحنا لا ما نطلع يوميه يعني لا تاثير علينا، احنا صواب اصحاب عوائل والعوائل لا ما تطلع يوميه للشغل دمار يعني كل يوم بيوم. احنا هسه طايرين نركض والمرور طاير ورانا والهيئة طايرة ورانا والنوب أصبحت ما شغلة كورونا، والنوب حضر خميس وجمعة وسبت حضر تجوال يعني مصيبة. والله يا حجي أنت بعد أنت أعرف من هاي الأمور أنت، إحنا ناس قلت لك إحنا كساب نطلع على باب الله، إذا هو عنده يعني إذا يقص وصل أو يقص على على من يقص على رغم المركبة مو صحيح. إذا أنا طالع أنا لا النهار كله طير وركض بثلاثين ألف ويقص له غرامة 200,000 أو 100,000، شنو هاني بعد أطلع للشارع؟ يعني أنا وعائلتي يقتلنا الجوع وراح نضل ميتين. إي والله راح طيب اليوم مو صحيح، هسه هو حاليا إحنا كاتلنا الجوع بدون ما حضر كورونا. والله هاي شفنا المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ناس تصلي وتصوم الله سبحانه وتعالى، واللي يشرب عرق واللي يشرب هذا عادي فاتحينه. التزام والله هي لا اكو غرامه ماليه تلتزم، ليش ما تلتزم؟ يعني لا هسه انا واحد من الناس راح اطلع قلت لك لا 30,000 15,000 اطلع ويقصون الغرامه 200,000 ماليه، شنو ربحه اني؟ يعني قصوا ما علي انطر اقعد، بس شنو يقتلني الجوعان وعائلتي والاخرين للشعب العراقي كله مو بس اني. يعني عدد السواق والعالم هاي اللي ما عندها الكسبه يعني وين ينطون وجوههم غير على الله؟ ثم السياره يعني فوق على هاي النوب قاطعين رزقك. الله يسعدك، شرفك صورك يا عون.